السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني بعد حسب آخر أخبار، يعني آخر أخبار. وكي نقول لكم كيما هكا ماشي رانا نطيحوا بالمدرب جامع بالماضي ولا لا، يعني حقيقة والمصدر راه بالك تسيبوا مصادر عند بوطمين ولا عند معطاوي ولا عند مصطفى معزوزي، ولا تسيبوا عنده هذا المصادر، خاطر هو يعني في اتصالات دائمه معهم، ينجم يعطيهم يقول لهم بلي صح ولا روحوا سقسوهم كيما نتوما كيما ذاك مسيلمه الكذاب كلش، تنجموا تسقسوه، غادي تسقسي معطاوي وغادي تسقسي وشوفوا جماعه. يعني بعد اقاله إيليو سيسي، الاتحاد السنغالي مصر على التعاقد مع جمال بالماضي لخلافته وتدريب المنتخب السنغالي. حاجة مليحة سبحان الله، حاجة مليحة. أنا ماذا بيا مدرب يحقق الحلم تاعو مع السنغال ويأهل السنغال، وربما بلن تلاقاو فينال تاع 2025 ولا يفوز على الجزائر ويبين بلي هو كان محقور كيما دار سعدان 1986، يعني وين مسحوا فيه الخدمي هو ومجادي، مسحوا فيهم الخدمي باللي هما اللي خسروا ليكيب ناسيونال. سعدان دار وراح كذب الرجاء، جا لهنا دار كاس يعني رابطة ابطال اوروب افريقيا من الوهرن ورد الاعتبار روحه. حنايا يعني جامع بالماضي الى سبحان الله يرد الى هو مدرب وكب، يعني هاري وراي السنغال عندها نجوم قادر يعاود غير في الماك يرد نجوم يعاود لا يعاود يديهم هيا وينجح نورمال عادي. وين راه المشكل؟ انتوما برك امنوا، خاطر انا شفت الهيصر وهذو اللي يقصروا باللي يبو جامع بالماضي يعني ما يامنوش. علاه ما يامنوش؟ ما انا عارف مش راني عارف علاه ما يامنوش. نورمال مو تامنوا، نورمال مو علاه ما تامنش. كيما مي تقول له بلي جامع بالماضي يكذب السنغال، تقول يخرج يكذب يقول لك راك تقصر يا راك تضحك راك دير. لا لا نضحك. كيما بوطمين مي قال لكم بلي مدرب غادي يكذب منتخب غادي يلعب كاس امم اوروبا هذه التاليه اللي فاتت، وعلى امنتو وما راحشي علاه امنتو؟ كيسموه معطاوي قال لكم بلي المدرب غادي يروح يكذب الهلال السعودي بزوج ملايين اورو في الشهر، علاه امنتوه وما صراتش؟ اراوي راه خيصوص المدرب تاع الهلال عطاوه ميير اونترينير في الدور الروشان السعودي. واو لله، هاو درك نتوما درك راني نقول لكم بلي غادي السنغال، وانا ما تامنوش. نورمال مو تأمنوا، كان اللي يقول لك لا راكم تضحكوا عليه، واحد يقول لك راكم تستشفوا فيه، واحد يقول هو مدرب عالمي وأفضل مدرب في تاريخ الجزائر، أفضل مدرب في تاريخ الجزائر، مدرب عالمي ومدرب داروا له المؤامرة، مدرب داروا له السحور، مدرب كلينا المقروط على جاله. واو لله، هاو نتوما لا ما تأمنوش. هاك تقول لنا افضل مدرب في العالم ومن بعد نقصتو له قلعتو له نجمه، ولا افضل مدرب في افريقيا ومن بعد قلعتو جا اي كابي قلع حاجه، جات موريتانيا بقات يعني تقارنوه مع ليكاس ومع ماجر ومع ولا انا نامن انايا انا غادي نامن باللي السنغال عيطت له. علاش لا؟ ماذا بيا انا السنغال كي تهدر وعدها ولا ورا وعد شي قال له كسروا الجياحة على المواقع تما ماشي مأمن بركا وما تقصوا علينا، حنا نبغوا جمال بالماضي في ليكيب ناسيونال فقط، جمال بالماضي لن ينجح في السنغال. يا ربي ما يروحش في طوم يبهدلناش ويبهدل روحو. شت كيفاش هدرا كي دايره؟ شو هادو ناس هادو يعني شو شكاتب لك جمال بالماضي نحتاجوه في المنتخب الوطني. هاكتوها الله اكبر، جامع بالماضي يعني في السنغال يا ربي ما يتبهدلش.
جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري لا غير. جمال بالماضي يعني في السنغال يحقروه او ما فهمناش نتوما واش راكم واش راكم باغيين. والله العظيم باغيين بيتولوا بيتردوا له عقليه تاع ماجر يقرا عند ليكيب ناسيونال مكاش. والله لا شوف حنايا كي نقولوا بلي إيليو سيسي جا بقدرو راح بقدرو مالغري هو احسن مدرب مره على السنغال ما يعني ما دار دراما ما تخبى يعني شهر ما قال لهم عندي عقد معنوي ما مع الشعب ما هو ما هو يعني وهو راه يعني يخلص ربع شهريه تاع المدرب بالماضي بلا يعني يعني يدير يعني ولا هيسر ما زالهم في رأيي ولو يعني لولا ما يتوبوا ما يتوبوش يعني شحال كان يخلص كان يخلص 46 ألف أورو على بالكم بها على بالكم بلي نهار اللي دا كوب دي مو دا كوب دافري شحال كان يخلص كان يخلص 40 ألف أورو برك هذه باش يكون على بالكم برك هي باش زعما كنقولوا لكم مدرب راح بقدرو خدم بقدرو وخرج بقدرو هم هما هذه هي واحد يخدم واحد يدي شيعة واحد يا رايح كان يقول لك باللي بالماضي عمره اللي خسر ما كاين عمره اللي خسر على بالك 42 مباراة قال لك 35 مباراة صح حنا 42 مباراة ما خسرناهاش في البليدة خسرناها معاه في البليدة وماش باراج هما كومودو ما تنساو بالخب ولا هما يضلوا حنا ان شاء الله يغلب المنتخب السنغالي يعني مدجج بالنجوم ويغلب يعني وينجح معاهم رغم ان وين قال لك حسب 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 ما نعرفش اتحاد قلوة امارات وقيله ولا الاردني يعني فاني كان معاه في المشاورات انا عرفت يعني ما شوفوش على الله يعني ما تنجبش تقدر هذه يا خويا هذا هو إيليو سيسي. إيليو سيسي اللي نتمناو الخليفه تاعو تكون يعني تكون من جانب جمال بالماضي وين اعلن اتحاد السنغالي لكرة القدم يوم الاربعاء قرار انهاء مهام إيليو سيسي من تدريب المنتخب الاول عبر بيان نشره حسابه الرسمي وشكره بالنسبه يعني بمناسبه على كل النتائج التي حققها خلال فتره اشرافه على اسود السنغال. وكانت صحف السنغالية قد فجرت صبيحة يوم ما يمكن وصفه بالقنبلة من العيار الثقيل عندما أعلنت إنهاء مهام مدرب المنتخب الأول إيليو سيسي بقرار وزاري. عرفتوا كيفاش؟ وأشارت يعني صورت يعني السنغالية إلى أن إيليو سيسي لن يشرف على مباراتي منتخب الأسود في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب الملاوي شهر أكتوبر الجاري وهذا بعد أن قررت الحكومة السنغالية وهي الجهة المشرفة على عقد المدرب إنهاء مهامه. وبحسب ذات مصادر فقد تم إبلاغ الاتحاد السنغالي بهذا القرار يوم الأربعاء عبر يعني رسالة واضحة وسائل الإعلام السنغالية أن هذا القرار اتخذ بسبب خيبة أمال متزايدة بين عناصر المنتخب السنغالي والجمهور السنغالي خلال الأشهر الأخيرة. يعني والمضيف أن إيليو سيسي قد تم إبلاغه بالفعل بهذا القرار على أن تتكفل الوزارة الوصية بتعيين خليفة له. وعمر إيليو سيسي في المنصب يعني مدرب كامل قد خلالها منتخب السنغالي إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بمصر وخسر أمام الجزائر ليعود ويحقق المجد الإفريقي كما وفق في تأهيل رفقاء صايدو مالي للنهائي كأس العالم بقطر. هذه يا وين خدم خدم منجح أيا وقارعوا الجمال بالماضي بلك يحكم في بلاصتو أيا ويخدم وينجح ما تنجمش تعرف
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.